طبعا بجد انت والله منور منور، الحمد لله الله على يخليك السلامه، الله وكنا يسلمك. نتمنى الاهلي يرجع بالبطوله. اه طبعا اه طبعا، يعني هي هزيمه لاسباب كتير، بس كان في مؤشرات برضه، يعني في مؤشرات قبل كده، وحتى وانا معاك في مداخله من المغرب قلت لك الاهلي خسر قبل ما تبدا المباراه. صح، بعيدا عن الحاجات اللي هنتكلمها، انا كنت معاك من 3 4 شهور في حلقه وقلت لك الاهلي مش مرشح انه ياخد البطوله انا شخصيا، وقلت ان في تحفظات، في صعوبات، في حاجات في المستوى الفني تأهل بصعوبه، وقتها قلت الاهلي لو ما خدش باله مش هياخد اللقب. ده حاجات فنيه بعيد من زمان يعني، انما كاسباب لا، في اسباب كتير بتقول. طب قول لي بقى، يعني من ساعه ما رحت المغرب، انت رحت يوم السبت، ان شاء الله المباراه كانت الاثنين، الاهلي كان موجود في المغرب الاربع. صحيح. سؤال بقى في الاول كده، هل الاهلي وجوده في المغرب قبل الماتش بخمس ايام ده كان خطأ؟ خالص مش خطأ. لا خالص. اه الاهلي اتعود على الاجواء، شاف تقلبات الجو هناك، ان الجو كان بيبقى احيانا حر في النهار وبيجي بيجي بيبقى فيه سنه بروده. الاهلي كان في مكان كويس جدا، في فندق كويس جدا، مؤمن بشكل كويس جدا. يعني انا عايز اقول لك الجمهور المغربي احسن استقبال الاهلي ان هو ما شافش اي مظاهر ضجيج أو اي حاجه تعكر صفو اقامه الاهلي في الفندق او في التدريبات. بالعكس، كل الاجواء كانت صحيه في العمليه التنظيميه، عشان ابقى واضح في المنطقه دي. خليني يا كابتن كريم ابدا كلامي بحاجه، لازم نفرق يا جماعه ما بين الشعب المغربي والجمهور المغربي وما بين تصرفات مسؤولين مغربيين يوم نفوز، عشان نبقى واضحين. بس يعني الجمهور المغربي او الشعب المغربي، لا، احسن استقبال المصريين سواء بعثه النادي الاهلي او الجماهير. كجماهير او كوسائل اعلام مصريه. يعني احنا استقبال بحفاوة. طبعا طبعا عمرنا ما شفنا مضايقات اثناء التصوير او التسجيل مع الناس او يعني في كل الحاجات اللي انا شفتها في ترحاب وحفاوه. انا يعني سجلت مع ناس في حاجات مختلفه، في التاكسي بيبيعوا حاجات، يعني بصراحه لا ما شفناش اي حاجه. حتى في مشهد معين انا شفت مظاهر دخول تقريبا 100 150 من جمهور الاهلي. انا شاهد عيان، اقسم بالله، حتى وقتها كنت حاجه شخصيه على الصفحه، يعني دخول جماهير الاهلي ما خدش ثانيه، يعني يا دوبك والله. فتح. طبعا ده انا بقول حاجات يعني انا شفتها، يعني جمهور المغرب لا، يعني بصراحه ده مثلا وصلنا للمطار. يعني خلينا ده المطار كازابلانكا، يعني نبدا بتسلسل الاحداث دي. وصول جماهير مصريه ليه مطار كازابلانكا، الناس كانت بتغني وبتهتف للنادي الاهلي زي ما انت شايف. الموضوع كان حلو جدا، ما خدناش وقت حتى في انهاء اجراءات الدخول كجماهير مصريه. لا، كانت الموضوع فيه سهوله ويسر منذ اللحظه الاولى. جماهير مصريه كانت موجوده منذ اللحظه الاولى. لما بدانا نتحرك نروح على فنادق الاقامه، الموضوع برضو كان مرتب ومنظم جدا دون اي مضايقات. بالعكس، جمهور الوداد لما كان بيقابلنا في كازابلانكا او في الدار البيضاء، كان كبيره يعني بيشاور ليك ان احنا هنكسب اثنين ونكسب ثلاثه. دي حاجات احنا بنعملها في مصر. يعني الموضوع كان في اطار كل المداعبات بشكل ودي. فلا يعني الاجواء كانت مرحه، احنا كنا مصريين بنهزر معاهم، الاهلي هيكسب باعتبارنا مصريين طبعا، نتمنى فوز الاهلي كجمهور او حتى الزملاء الاعلاميين كانوا موجودين معانا. فلازم نفرق بس ما بين الشعب المغربي والجمهور المغربي وما بين تصرفات المسؤولين المغاربه بعض، المسؤولين المغاربه وعلى راسهم طبعا فوزي ارجع في ما وصلت اليه اجواء من مشاحنات وتوتر وازمات. عايش دور على اسباب خساره الاهلي يا كابتن جريب، ابدا ب 2019. مباراه الترجي التونسي امام الوداد المغربي، او الوعد المؤجل بمكسب فريق الوداد للبطوله، او اهداء لقب الى فوزي رجع رئيس الجامعه المغربيه، عشان نبقى واضحين. بس هو رئيس الاتحاد المغربي، فاكر الازمه الشهيره ماتش الترجي والوداد كان بطلها كابتن جهاد جريشه، وماتش ما كملش والفار وبتاع ومحكمه وحكايه وروايه، الترجي راح له اللقب. طبعا طبعا، فده اول سبب يا كابتن. وطبعا ده انعكس على فرق مغربيه زي نهضه بركان، اللي كان رئيسه في يوم من الايام رئيس الجامعه المغربيه والرجل القوي هو فوزي رجع. الناس، في ناس في المغرب يعني عتبت عليا ان انا قلت في حلقه من الحلقات، والحمد لله ان احنا لنا مشاهده برضه في المغرب،